سورة غافر آية 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب فكيف كان عقابي. بإثبات الياء وقفا ووصلا عند يعقوب الحضرمي. أما باقي القراء فكيف كان عقاب بغير ياء. كذبت قبلهم أي قبل من كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكلام هنا موجه للنبي ومن خلاله لأمته، يعني قبل قريش والعرب الذين وقفوا ضد دعوة النبي وحالفهم اليهود ونصارى العرب وغير ذلك. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. الأحزاب اللي من بعدهم اللي هم قوم عاد وقوم ثمود وقوم لوط وغيرهم من الأمم التي ذكرها الله لنا ولم يذكرها لنا، وسموا أحزاب لأنهم تحزبوا وتعاونوا على عداوة الأنبياء وقتالهم ومعاداة أتباعهم. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه أي يأخذوه سجنا أو قتلا. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، وكان جدالهم بالباطل يعني بغير حق وبلا دليل وبلا بينة لمحض الهوى فقط. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، يدحض به الحق يعني يخفيه أو يهزمه أو يجعله غير واضح. فأخذتهم يعني عذبتهم، فأخذتهم إلى العقوبة. فكيف كان عقاب؟ وهذا سؤال هنا ليس المراد منه الإجابة، يعني انظر كيف كان عقابي أي هيئة عقابي لهم، ذكرها في الآيات في القرآن سابقا. هل منهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، فنسأل الله أن يسلمنا. فضل يسي. وكذلك وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. وكذلك حقت كلمة ربك، والقراءة الثانية قراءة المدنيان وابن عامر كلمات ربك بالجمع، يبقى عندنا كلمة وكلمات بفتح التاء، التاء المفتوحة وليست التاء المربوطة، لأن التاء كلمة ممكن تكتب بتاء مربوطة أو تاء مفتوحة، هنا بوضعها تاء مفتوحة علشان تصلح للقراءتين كلمة وكلمات، لأن الخط العثماني صالح لجميع القراءات. وكذلك حقت كلمة ربك، كلمات ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. يبقى كلمة الله أو كلمات الله أن الكفار أصحاب النار، أنهم أصحاب النار، النار هيبقى فيها إمالة وغير إمالة، وأنهم أصحاب قراءة ورش يمد ستة، وابن كثير بصلة ميم الجمع بغير مد أنهم أصحاب، وقالون بصلة ميم
الجمع بخلف عنه، وله وجهان بالمد والقصر، وإذا مد يمد أربعة. وكذا أبو جعفر عنده صلة ميم الجمع أنه مو أصحاب النار. تفضل يا سيدي. الذين يحملون الأرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. نعم. ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله، يعني من الملائكة، ويقال إن أكرم الملائكة هم الذين يحملون العرش والمحيطين بالعرش، هم دول أكرم ملائكة عند الله. والذين يحملون العرش ومن حوله أي من الملائكة يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، يبقى الملائكة وصفوا بالإيمان. عدنان إبراهيم له في إحدى الخطب يقول الملائكة لا تصفهم بالإيمان لأنهم مفطورون عليه، فلا يقال عليهم مؤمنين ولا غير مؤمنين. شيء عجيب مع انه حافظ القرآن، يعني ربنا بيقول يؤمنون بها، وصفهم بالإيمان اهو، وقال جعل الملائكة رسلا، وقال الرسل لا يوصفوا بالإيمان. فشيء عجيب يعني، كل الأخطاء الطمات دي بتحصل فيها مين؟ الناس اللي هم بيقروا من غير مشايخ، ويتعلم من غير شيخ، يعتمد على ذكائه وعلى قدرته على القراءة وعلى حفظه. كل الطمات جاءت من العلماء اللي خالفوا الإجماع، الذين تعلموا العلم بغير شيخ، كابن تيمية والناس اللي في العصر الحديث وكالوهابية وكل من خالف الإجماع في كل عصر. إذا بحثت لا تجد له شيخ إلا عقله وهواه ومطالعته بنفسه. والألباني وغيره وغيره، كل دول صحفيين خدوا العلم من الصحف. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا، ويقولوا إيه بقى؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، يعني ربنا ذكر لنا استغفرهم، بيستغفروا بيقولوا إيه؟ بيقولوا ربنا، وقيل أن ربنا هي اسم الله الأعظم، وقيل اللهم اسم الله الأعظم. وعشان كده النبي كان في الدعاء يجمع بينهما، يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. اغفر لمين؟ للتائب. لكن ما قالوا شف فاغفر للإيه؟ للعصاة. فاغفر للذين تابوا. تتوب يصيبك دعاء الايه؟ الملائكة، ودعاء الملائكة مستجاب. فاغفر للذين تابوا ومن تاني واتبعوا سبيلك، لكن الذي يخالف سبيل الله مش داخل في الدعاء، خرج حرم نفسه. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذابا الجحيم. ورويسي رأي وقهم بضم الهاء، وقهم، وباقي القراء وقهم عذاب الجحيم. عشان كده جاء أحد المسلمين لوالي من الأولياء بيقول له استغفر لي، قال تب إلى الله واتبع السبيل يستغفر لك من هو أفضل مني، وذكر لوادي الآية. فهمت؟ يستغفر لك من حملة العرش. هيبقى فين حملة العرش وفين أنا؟ توب واتبع سبيل المؤمنين، يصيبك استغفار الملائكة ودعاء الملائكة. فالأمر بسيط، وهو إيه؟ بسيط على من يسره الله عليه. تفضل يا سيدي.
ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وبقية الدعاء لسه الدعاء مخلص، لسه بيدعو تاني بعد ما قالوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، يبقى عرفنا ان الدعاء يبدأ بالثناء على الله. بدأوا بالثناء على الله، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، يبقى أثنوا على الله أولا، ثم بعد ذلك يطلبوا من الله فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم ربنا، ويكرر تاني ربنا تيمنا بهذا الاسم المعظم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، وأدخلهم جنات عدن، جنات عدن، عدن يعني إقامة، عدن في المكان يعني أقام واستقر، يبقى عدن أي أقام واستقر، جنات عدن يعني جنات إقامة التي وعدتهم ومن صلح، وأدخل معه كذلك من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، لأن من كمال تنعمهم أن يكونوا مع من أحبوا. ومن صلح، واللمحة تبقى فخمة عند ورش، ومن صلح، ورش فخم اللام، صلح، وباقي القراء صلاحا بترقيق اللام. من آبائهم هيبقى فيها ثلاثة البدل عند ورش، يمد حركتين وأربعة وستة، آبائهم آبائهم، ويمد ستة كمان، آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. طبعا ابن كثير وابو جعفر وقالون بخلف عنه عنده صلة ميم الجمع، فيقراها ازاي؟ ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، يقراها بالطريقة دي. إنك أنت العزيز الحكيم. فتصور أنت طول ما أنت مستقيم على شرع الله وتائب من ذنوبك، الملائكة دي بتدعي لك ليل نهار. فشوف قد إيه بقى سعادة المؤمن الصالح الذي يسير في طريق مولاه، وتعاسة وخيبة الذي انكب عن هذا الطريق، وكيف أنه فقد في كل لحظات عمره هذه الدعوات المباركات التي بها يرتفع قدرك دون أن تدري حتى وأنت نائم، لأن الملائكة لا تنام، أنت تنام وهم صحيين ليل نهار يدعو لك. فدي كرامة كبيرة لكل مؤمن، وكرامة كبيرة لكل تائب، وكرامة كبيرة لكل مستقيم. فنسأل الله أن يثبتنا على هذا الطريق المستقيم. تفضل ياسين. وقيهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. لسه الدعاء مستمر. وقهم السيئات أي في حال دنياهم، يعني قهم كل ما يسوءهم في حال دنياهم، يعني سلمهم. وقهم السيئات، والسيئات هيبقى فيها ثلاثة البدر عند ورش، يمد حركتين واربعة وستة. الأصحاب ورويس يقروها وقهم، يضم هاء الضمير، وقهم، وقهم السيئات. دول الأصحاب اللي هو حمزة والكسائي وخلف ورويس عن يعقوب. أما أبو عمرو وروح عن يعقوب يقراها ازاي؟ وقهم السيئات، وقهم السيئات بكسر الميم، وقهم السيئات. وباقي القراء وقهم السيئات، هيبقى فيها ثلاث قراءات. وقهم السيئات دي فيها ثلاث قراءات.
ومن تقي السيئات، يعني ومن تقيه وتجنبه السيئات في دنياه وأخراه يومئذ خصوصا يوم القيامة فقد رحمته. يبقى يومئذ تنوين عوض عن إيه؟ عن كلمة محذوفة معلومة إيه؟ بالسياق. يومئذ أي يوم القيامة، فهم؟ يعني كأنها تنوين عوض عن الإضافة، بدل ما أقول يوم القيامة هيبقى مضاف ومضاف إليه، فحذف المضاف إليه للعلم به ونون، يبقى يسموه تنوين عوض عن الإضافة. فهمت بقى؟ يومئذ أي يوم القيامة. ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. يعني ذلك يعني ايه؟ كل ما سبق، كل ما سبق بقى من اول ما دعوا لحد الاخر، ذلك ده يعود على ايه؟ كل ما سبق. وذلك هو الفوز العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من الفائزين ومع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اوفق الخلق واكرم الخلق وافوز الخلق صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الله وملائكته يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكري الغافلون.